السلام عليكم، ورجعنا لكم في حلقة تساؤلات جديدة من سعودي كومكون جدة، وخلونا دا. سؤال من؟ منصور المطرفي. سؤالك حبيبي منصور. مو سؤال نظرية. ايش نظريتك؟ انه لوفي ما راح يقتل كايدو. اللي راح يقتل كايدو لاو، راح يعني لوفي راح يهزمه، لكن لاو راح ياخذ قلبه ويقتله. شوف، هي النظرية حلوة، لكن أنا ضد إن لاو ولوفي يتحالفون على كايدو مرة ثانية. لا، ما راح يتحالفون، لكن بعد ما ينهزم راح ياخذ القلب، لاو راح ياخذه ويقتله. ممكن، لأن أودا قال، أودا قال إن لوفي لا يقتل أحد من أعدائه، لوفي فقط يهزم ويحطم عزيمة أعدائه. لكن لاو اللي راح يقتله. ما في ولا شخصية، ما في ولا شخصية شريرة في ون بيس ماتت لحد الحين. شكرا حبيبي حبيبي، هلا والله. سؤال من؟ ترك العوفي. سؤالك؟ أنا ما عندي سؤال، عندي تقريبا نظرية. إيش هي؟ شانكس، الأرك حق شانكس بيكون الباف، جزيرة العمالقة. ليش؟ الباف لو تلاحظ إنه العمالقة من الباف الثيم حقهم ثيم حق فايكنجز. أيوة. شانكس في نفس الوقت في تلميحات كثيرة إنه ثيم حقه ثيم فايكنج. كمان عندك السفينة حقه مقتبسة من سفن الفايكنجز، و احتفالات حقه تقر الفايكنج كانوا مشهورين بالاحتفالات الكثيرة بعد كل شيء، بعد أي حرب لهم، بعد أي هزيمة، بعد أي فوز. فشانكس الأرك حقه إن شاء الله أشوف إنه بيكون أرك الباف. والله نظرية خيالية، لو بجي أحللها فعلًا سفينة شانكس التنين حق الباف. شانكس جاب القدح حق الساكي للوايت بيد، وكان قدح كبير. صحيح. ثلاثة، شانكس جاب ساكي للوايت بيد، قال هذا شيء تشتهر ببلدتي، والقراصنة اللي هم الفايكنج لو قلنا ان الباف نفس الشيء فهم مشهورين بالساكي، خاصة ان اثنين العمالقة من الباف اللي راح لهم دوري وبروغي كانوا مغرومين بالخمر، واساسا كان الخدع اللي استخدمها عليهم مستر اعتقد 3 انه او مستر 4 كان وقتها مستر 3 مستر 3 حق الشمع. ايه؟ مستر 5 حق القنابل. اي مستر 5 انه الساكي. ففعلا انا اشوف انه كل شيء بس ناقص شغلة واحدة. ايش هي؟ كيف ان ولاكي اوكس ترى يشبه شخصيه من الفايكنج في الشكل، وانه ماسك لحمه كذا، شخصيه كرتونيه من الفايكنج، لكن كيف انهم صغار، كيف انهم من هم، كيف ان شانكس والبقيه ماجد يقول ولدوا اخزاب. شانكس هو يونكو، طبعا اليونكوز في العالم الجديد عندهم تيريتوريز و ايوه، يعني تقصد ان الباف تبعت الباف تحت حكم شانكس؟ مستحيل. ليه مستحيل؟ أنا أقول لك ليه. إذا اثنين مثل دوري وبوغي يقتلون ملك بحر، صحيح، فكيف يخلون شانكس يتحكم فيهم؟ والله هو شانكس أصلا ما يجيك زي كايدو من نوع التحكم، أو هو يجيك من نوع تحالف، تقريبا زي التحالف. ممكن لوفي. إذا تحالف أنا أجوي هايرودين ما شاء الله قوي، كيف يخلي لوفي فوقه؟ مع أنه لوفي يمكن يهزمه، بس برضه يعني هي زي التحالف. تجيك تحالف، ايه اجي وياك. فعلا نظرية قوية ان الباف تحت تحالف اليونيك وشانكس، وعشان كذا ما حد قادر يقرب منها. صراحة نظرية قوية، الله يخليك. اهنيك. طبعا انا ما كنت استقعد النظرية، بس هذا انا وماجد كذا نتناقش كذا، لازم عطني هالنقطة، طيب جاوبني على هالنقطة، طيب بد على هالنقطة عشان نقدر. بس اهنيك، نظرية حلوة صراحة. سؤال من؟ مهدي عصام. سؤالك؟ سؤال سريع، ايش رايك في سانجي؟ صف سانجي بكلمة واحدة. عاصف لك سانجي في كلمة واحدة، غامض. ممكن. طيب سانجي ولا زورو؟ زورو. طيب ليش لازم في التحدي ذا؟ زورو. ليش لازم التحدي ذا كذا على طول؟ سانجي ولا زورو، سانجي ولا زورو؟ لأن الناس تحب دائما يقولك من ليس له حيز فليوجد له حيز، وهذه نظرة أنا ضدها، هذه نظرة متخلفة. إذا ليس لك حيز تتعصب له فأوجد لك حيز. يعني لو ما كان سانجي ولا زو، لو ما كان سانجي وزو أساسا موجود كان يطلعون لك فانز أسب ولا تشوبا، فرانكي ولا أسب. طيب خلنا نفترض إن وان بيس أنمي شوجو، نامي ولا روبن؟ خلنا نفترض إن وان بيس ما فيه إلا نامي لحالها، طيب بيقولك عصاتها القديمة ولا الجديدة؟ أنا فانز العصا القديمة، أنا فانز العصا الجديدة. فلنفرض إن وان بيس عبارة عن صورة، بس صورة مو بش أنمي، صورة. أنا فانز العين اليمنى، أنت فانز العين اليسرى، ربعنا متعصبين. هك اهنيك. الإجابة اللي اقدر اعتمدها والله. حبيب قلبي. سؤال من؟ امجد السامي. سؤالك؟ هل جنبي سينضم لطاقة قبة القش؟ 100% ان شاء الله، لانه ان شاء الله صحيح. لانه قال بخلص
شغله مع البيج مام، ووقتها اذا في علم قواصنا احترمه، راح يكون علم جمجمه فوق قبعه القش. او الملك قال وقال جنبي انا بخلص المهمه وبرجع لهم، فهو راجع هو صارح. ولوبي قال ابيك معاي، ولوبي لا قال حق واحد ابيك معاي مستحيل يهده. هلا وسهلا حبيبي. هلا سؤال من محسن محمد. سؤالك شانكس وميهوك قد قاتلوا صح؟ اكيد، بس ما شفناهم هم يتضاربوا كثير في ون بيس، ما شفناهم يتضاربوا، مش مو بس شانكس وميهوك، اعتقد ان هذا نمط عند الكاتب. طيب هم حيورونا كيف حتضارب ولا حيسحبوا عليه؟ والله واجد اشياء مسحوب عليها، يعني عندك شانكس وميهوك مسحوب عليها، الوايت بيد وروجا مسحوب عليها، جاربو وروجا مسحوب عليها، اكاينو اوكيجي مسحوب عليها، ماجيلان وتيتش مسحوب عليها، ايس وتيتش مسحوب عليها، كلهم مسحوب عليهم. اعتقد ان هذا نمط والكاتب، يعني خلاص جبتك بدايه المعركه جبتك نهايه المعركه. حبيب قلبي هلا. سؤال من هاشم البيتي. سؤالك بسال عن قراصنه اللحيه السوداء، جابوا فتره انه احد من قراصنه راح عند الثوار جيش الثوار، بعدين نهوا الموضوع خلاص. أيوة. ما كملوا القصه باوجس. ايوه هذه انا اسميها خيوط اودا. اودا يبدا يخيط لك الحدث في حدث حدث في حدث، لكن ما بيجيبها لك على طول، يعني ما بين دوسوزا وبين مثلا زو جاب لك ان باوجس رايح للمكان هذا. عاده لازم يعدي حدث حدثين عشان يجيب لك ايش صار. فاعتقد نفس الشيء هنا بيبدا دحين ارك البيج ماما والكايدو أثناء، ولسه ما بي لا انا اعتقد اما اثناء رحلتهم للبيج مام او اثناء رحلتهم الوانو حيجيب. طيب شكرا، اهلا وسهلا فيك حبيبي. سؤال من عبد الله. سؤالك الحين قناتكم ما فيها تنوع كثير، يعني ما اشوف الون بيس دراغون بول اكثر شيء يعني. ايوه هذا طبعا سؤال دائما يجيني في كل حلقه تساؤلات ودائما اجاوب عليه وبعيد اجاوب عليه. فد عينكم وفد عينك اخوي عبد الله، عد معي، تعرف تعد من واحد لكم؟ اي شيء يعني. انزين شغل اصابعك. اول انطباع سويته ناروتو، ارفع صبعك. إيه؟ ثاني انطباع انا سويته بليتش. اوكي. ثالث انطباع سويته انا ون بيس. اوكي. هانتر اكس هانتر، كونان، دراغون بول، فيري تيل، انميات 2015 كثير. عاد هذا كيف تقول بس ون بيس؟ جايه كيف تقول بس ون بيس؟ طيب كنسل انميات 2015، الصواصير ما شفت والله. كوكونو باسكت، لا ارفع اصابعك ارفع اصابعك. غير كوكونو باسكت والصوص وان بنش مان صح. ناناتسو ناتايزاي، ديث نوت، باراسايت. يلا وقف، ما بعد وقف. النمل المقنع، جوندايزر، تينكن توبا، جوين لاجان تكلمنا عن كابامارو. طيب هذا الانمي نحول على المانجا، اقول لك كمانجا تكلمنا عنها. لا ماشي. يعني الحين بامانه احنا فقط ون بيس ولا متعددين؟ متعددين بس. طيب ون بيس كم حلقه؟ 800 وشوي. اذا قناتي بس ون بيس انا 1000 فيديو، كيف بس ون بيس؟ لا حجر تاريخ يعني. حبيب قلبي هلا والله. سؤال من عبد العزيز. سؤالك ايش رايك في ماضي زورو؟ لانه اعتقد ما طلع منه شيء، والكاتب كل ما يطلع ماضي يطلع احزن من اللي قبله. اكيد الكاتب قاعد يطلع بالاقل بالاقل بالاقل. اذا كان تذكر يعني اول واحد شفنا ماضي كامل من البدايه كان اسب، بعدين شفنا ماضي نامي كامل من البدايه، بعدين تشوبر، بعدين اوبن، بعدين فرانكي، الحين لسه بدا يلمح على سانجي. ايه فزورو هو الاغمض والاقوى والاحزن، صح، فبيخليه في الاخير. سؤال من عبد الرحمن. سؤالك دحين في التحالف الاخير كانوا بيجمعوا ماركو مع المينك والساموراي دولا. ايوه، فهل تتوقع انه شانكس حينضم مع ماركو ولوفي في التحالف عشان يواجهوا كايدو؟ في مواجهه كايدو لا اعتقد، لكن لو انها في مواجهه تيتش فاعتقد انه كتدريب مثلا يدرب لوفي مع ماركو، يدربوا طاقم قبعه القش ويطلعوهم للمعركه ممكن. والله حسب ما قلت انا في الومضات ان شانكس لما يسمع ان لوفي متوجه الى تيتش حيظهر شانكس ويقول له لازم تصير اقوى مني عشان اسمح لك تروح لتيتش، وهنا حيدربوا او يتبارز وياه، لكن ضد كايدو لا اعتقد. طيب شكرا لك حبيب قلبي هلا. سؤال من انس العوفي. سؤالك يا انس. في ون بيس، ايوه الحين احنا شفنا في ون بيس كل طاقم لهم سياف خاص فيهم، صحيح، عدا شانكس لان الحين ما شفنا السياف الخاص فيه. هو تتوقع انه ميهوك السياف العصر المفقود في طاقم شانكس ولا لا؟ لا السياف في طاقم شانكس هو شانكس.
إيه لكن حتى لو كان الكابتن سياف لازم يكون في عنصر ثاني. طيب لو سياف، من هو سياف في طاقمه؟ أغلب النظريات والكلام اللي أسمع أنه ميهوك. لو لو الحين لو سياف، مين السياف في طاقمه؟ السياف اللي في طاقم لو؟ لو هو السياف، كل طاقم في سياف واحد سواء كان هو الكابتن أو غير الكابتن، فشانكس هو السياف في طاقمه مثل لو هو السياف في طاقمه. شكرا. العفو حبيب قلبي، هلا. وسؤال من؟ موفق سام. والنعم أخوي موفق، إيش سؤالك؟ يعني أنت سؤال عن الفاكهة، إذا واحد عنده فاكهة الماء كيف يعني لو طاح في الماء؟ فاكهة الماء؟ ما أتوقع أنها بتظهر أبداً 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 أبداً. والسبب؟ ها؟ السبب؟ ما يعني زي ما قلت هي تعارض، يعني كيف يكون عنده فاكهة ماء لو طف الماء ممنوع يصير. ظهرت في الفيلم من قبل قدرة سائل السائل فيلم الثاني إذا ما غلطان بالضبط، وقال سؤال في السبيس قال ما راح تظهر قدرة غير ذي، يعني سائل سائل وليس ماي، سائل 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 ليس سؤال، سائل من السيلان. أنا في إجابة السبيس. سؤال من؟ نايف الزهراني. إيش سؤالك يا نايف؟ هل لو إيس كان حي وبعد السنتين هل راح يكون بقوة أدميرال أو لا؟ سؤال حلو. طبعا حاليا بما أن سابوا بقوة أدميرال نقدر نقول هالشيء ولا ما نقدر نقول؟ إلا أكيد شفنا ضربوا مع في الجزيرة وتقريبا كانت متساوية كلهم. الله أكبر عليك، جميل جميل جدا، أيدني بالفكرة. فبما أن سابوا عند قوة أدميرال فالمفروض أن إيس نفس قوة سابوا، فالمفروض أنه يكون برضو بقوة أدميرال لو إنه تعلم الهاك الملكي والهاك التنبؤ وهاك التسلق. بس زي ما شفنا إنه سابو تدرب على دراجون ولوفي تدرب على ريلي، مين بيدرب إيس يعني؟ إيس موجود عند الوايت بيرد ما يحتاج يدرب، بس مشكلته إنه كان معتمد على فاكهته إيه؟ يعني ماخذ الغرور ومعتمد على الإيجي ومعتمد على فاكهته كثير، فما تدرب كثير. لو يعني اضطر إنه يتدرب أكثر كان بيكون أقوى أكيد. وسؤال من؟ محمد النعامي من الأحساء، أبلغ من عمره 34 سنة. عطنا سؤالك يا محمد. ليش ما تسوي تساؤلات مانجا؟ هذه السلسلة صراحة فيها نحس. أو أنا مخي منحوس فيها ما أدري صراحة. الجمهور طالب بتساؤلات مانجا. أنا يعني كثير يعرفون إني صورت، كثير يعرفون إني صورت وشدوا شباب في الكومنتس، بس والله كل مرة أصور تصير ركبة يا مايك مخ. آخر مرة صورت احترقت الكاميرا، ماذر بورد حق الكاميرا احترقت الكاميرا صدق. آخر مرة صورت تساؤلات مانجا احترقت علينا الكاميرا. يعني الكاميرا ما تبي تحرق الجمهور، ليش أنت تبي تحرق الجمهور؟ يلا كمل كمل تساؤلاتك كمل. سؤال من؟ أحمد خالد السليماني. طبعا احمد جاي من الطايف الى جده كومكون عشان يصور معنا حلقه تساؤلات فيستحق. شنو سؤالك؟ هل اذا جون وكيلوا بلغوا يعني صاروا بالغين مين الاقوى؟ والله انا كنت اشوف ان كيلوا اقوى من جون، لكن بعد حدث اكل الكيمورا شفت ان جون اقوى من كيلوا. بعدين نهايه اكل الكيمورا لما كيلوا راح ساعد اخته شفت ان كيلوا اقوى من جون مره ثانيه. فهنا ميزة الكاتب ما راح يخليك تعرف منه الأقوى. يعقد. الكاتب متميز بموازين القوى وقاعد يرفع كل واحد في فترة، يعني في الاختبار كان كيلو أقوى، بعدين صار جون أقوى، بعدين نرجع كيلو أقوى، بعدين جون أقوى، في الأخير كأنه متوازنة. فأنا صراحة صعب أجاوب، خاصة في هانتر إكس هانتر اللي يجيك يقول لك فلان أقوى من فلان. اللي في هانتر إكس هانتر اي واحد يجيكم في هانتر إكس هانتر يقول لك فلان أقوى من فلان، قل له معليش أنت ما تفهم في هانتر إكس هانتر، لأن إيش؟ في نن وفي تصانيف النن وفي شروط تحطها على نفسك. يعني مثلا النن خاص بك، كوابيكا مش اقوى من رئيس العناكب، هذا شيء احنا متفقين عليه، لكن دام انه حط شرط صار كوابيكا اقوى من رئيس العناكب. كمثال لو قلنا ان رئيس العناكب من في مثل قوته تقريبا هيسوكا، كوابيكا اضعف من هيسوكا واقوى من رئيس العناكب. لحسن فهم كيف اللحسة؟ فاللي يجيك يقول لك فلان أقوى من فلان في هانتر إكس هانتر قل له معليش مع نفسك، صعب تحكم منه أقوى إلا إذا التقوا فعلا في قتال، ما التقوا في قتال ما تقدر تقول من أقوى. صعب التقوا جون وكيلوا بس صعب جدا. إيه جدا إيه. إلا إذا صار يعني. إلا إذا صار كلمة أبوه راح ترجع لي قاتل يا كيلوا، يعني في النهاية واحد فيهم يقتل الثاني. هذه أي هذه نظرية حلوة. إنه في النهاية كيلوا يقتل جون بسبب معين ويرجع كيلوا قاتل أساساً يعني. فقال أبوه روح مع صديقك لكنك في النهاية راح ترجع لي قاتل. سؤال من؟ معاذ طيب. طبعاً معاذ من أقدم متابعين القناة ومعاي من سنة ونص على الواتساب، هذا أول ما أقابله. سؤالك؟
كيف نوصل صوتنا لليابان. زي ما تعرف احنا العرب زي هذا الحضور يثبت هذا الشيء. احنا العرب متابعين كبار الانمي حتى يمكن اكثر من اليابان، نحب الانمي بشكل كبير جدا، بس نبغى نوصل صوتهم لما نرجع انميات مثلا زي هاجي من ايبو، نبغى جزء رابع مدري ثالث او حاجه زي كذا، نبغى ريميك مثلا لانمي اليابان مع تكمله. في انميات كثير ان احنا نحبها بس الياباني ما يحبوها، نبغى نرجع ونوصل صوتنا لليابان. كيف؟ في كثير وسائل بعدها لك الحين تعداد، وبسوي انا وماجد حلقه عنها. شكرا على الفكره الجميله. الوسيله الاولى انك تشوف الانمي غير مقاصن عن طريق القنوات الرسميه. سابقا ما كان في قنوات رسميه، الحين في قنوات رسميه مثل نتفليكس، كرانشي رول، تقدر تتابع عنها، ويز ميديا الامريكيه، بس ويز ميديا ما فيها عربي. كرانشي رول ما في كثير، فانيميشن عندها ابلكيشن لكنه انجليزي مش عربي. فهذا واحد. اثنين انك في حركة يسووها هناك اسمها gift card، بس بطاقة معايدة أو مراسلة يسلوها الفان للاستديو، فأنت ترسل للاستديو بطاقة معايدة تهنئة ترى إحنا عرب نتابعكم، فيجمعوها ويسووا عليها إحصائية. ثلاثة الحفلات اللي يسوونها اليابانيين، ترى في حفلات يابانية وفي حفلات كوميك مثل اللي صار، شكرا على الدعم اللي صار في فيلم ون بيس جول، العرب أثبتوا إن إحنا سوق شرائي. وفي حفلات جاية. أربعة قنوات اليوتيوب حقت الأوتاكو، هي تواصل الشركات وتشوفوا أنا عندي مثلا كذا سبسكرايبر، كذا مشاهدات، كذا لايكات. عشان كذا أنا أقول للشباب عشاق دراغون بول، عشاق ون بيس، عشاق فيري تيل، عشاق ناروتو، نشوف الفيديوهات تسوي لايكات. أنا لما أرسل مثلا حق شركة توي أنيميشن، أنا شركة، أنا قناة أنمي، وشوفوني سويت انطباع دراغون بول، شوفوا عندي 200,000 بس. يروحون يشوفون ان عندك 200,000 بس، اللي شافوا انطباع دراغون بول منهم 5,000. ايش معناها؟ قليلين. قليلين اوكي. ومن ال 5,000 بس، للاسف سامحوني عليها يعني، من ال 5,000 بس 1,000 دقوا لايك. ايش معناها؟ ان انتم مو بسوق حق دراغون بول. من 200,000 ما شافوا انطباع ل 5,000، وال 5,000 بس 1,000 دقوا لايك. صح، هم ما يدون انا ايش قاعد اقول فعلا، ويمكن انا اسلوبي اللي مو محمسكم، لكن هم ياخذون الارقام. 200,000 اوتاكو بس 5,000 شافوا دراغون بول، 1,000 بس دقوا لايك. صحيح. فانا دائما اقول سووا شير، سووا لايك، سووا سبسكرايب، مو بلي انا، انا خلاص وصلت ال 200,000. انا ابي اوري الشركات في اليابان لما اراسلها واقول عندنا طلبات في القناه وشوفوا الاحصائيه. انا مثلا في فيديو اجي في فيديو اقول ما نبغى فيلارات في ناروتو، واقبل فيلارات في ناروتو كمثال. احنا العرب نكره الشغلة هذه في ناروتو، وترجمها وارسلها لهم. شوفوني في الفيديو هذا اقول مثلا احنا العرب نكره مثلا الالحاد، نكره الفان سيرفس. ليش تسوون فان سيرفس؟ اوكي وصلت الرسالة. من ال 200,000 كم واحد شاف الفيديو؟ 5,000. 5,000 10,000 كل 20,000 صح؟ وكم واحد منهم دق لايك؟ 2000 3,000. اذا الرسالة اللي انت طلبتها ربعك العرب مش موافقين عليها، ليش ندعمك؟ صحيح. عشان كذا قلت نبي نوصل 200,000، مخطط المشاريع قوية، بس لازم تسوون شير ولايك. مثلا لما أراسل أقول العرب يطلبون بعودة بليتش، من ال 200,000 بس 50,000 شافوه، ومن 50,000 بس 10,000 دقوا لايك، إذا العرب لا يطلبون بعودة بليتش. فهمت علي؟ فعشان كذا راح نوصل صوتنا اليابان، وراح أوصل صوتكم اليابان بإذن الله، بس خلكم وياي. سؤال من؟ فراس عادل. سؤالك؟ هل عن ون بيس، هل تفتكر هل كيد حينضم مع لوفي لانه يكون التحالف الثالث مع يوستس كيد؟ ها اعتقد إيه. يوستس كيد كخصم لوفي، لوفي اقصى خصم له. ليه؟ لان المغناطيس ما ياثر في المطاط، فما راح يستفيد كثير انه يكون خصمه. وقال يوستس كيد انا ما ابي ادخل معه في قتال، مو بسبب خوف، مو بخايف من لوفي، لكن عندي اشي اهم من اني اتقاتل معه. فالحين حسب ما جبت في الحلقة هذيك ان هذا كد، واضح ان هذا كد. وحطيت الصورة ان شاء الله اني احطها لكم الحين، لان انا ايش سويت؟ ما اخذت الصورة من الحلقة بس، انا دخلت الحلقة وسويت بنت سكرين على المشهد، ودخلت الفوتوشوب وشلت الغمامة السوداء اللي حطها الاستديو، وتأكدت ان هذا فعلا يوستس كد. فالحين تقريبا النظرية اللي انا سويتها من زمان عن ان يوستس كد اخو فرانكي، وهالكلام قبل لا يجي اي شيء في المانجا عن ان كايدو ماسك يوستس كيد، هذا مواضيع فرانكي من زمان. طيب الحين راح تتاكد اذا فرانكي ولوفي في حدث وانو انقذوا. اوكي خلاص وصلت المعلومه. هم فاعتقد انه هنا راح يكون في تحالف. سؤال من عبد الله عسيري. سؤالك شانكس ولا كايدو اقوى؟
حسب ما عاطفيا انا بقول دائما اجاوب عاطفيا شانكس اقوى فعلا صح منطقيا لان انكتب اقوى مخلوق فكايدو اقوى لكن انا عاطفيا اشوف ان شانكس اقوى ولا اسمع في شانكس زيك مستحيل كايدو يكون اقوى اكيد مستحيل انا من وجهه نظري اشوفها مستحيل لكن الكاتب قال ان كايدو اقوى مخلوق فانا بسكت وبشوف اخواتها وياك شلون بتخلي لي كايدو اقوى مخلوق وهذا انا وانت يا اودا اذا ما اقنعتني منطقيا ان كايدو فعلا اقوى من شانكس فهنا بكون سقط قدامي سمعت ان اودا صحيح تعال سمعت انك يا اودا تغير الاحداث اذا سمعت ان في واحد سوى نظريه وانا ضد هالكلام طبعا اودا ما يغير الاحداث لكن لو فعلا يا اودا انت تغير الاحداث ولو فعلا وصل صوتنا لليابان اتحداك تقنعني ان كايدو منطقيا اقوى من شانكس انا اودا ما ادري املي صراحه اسال اودا نفسه مو هذا اقول لك هل عندك جواب منطقي كيف كايدو اقوى من شانكس لا حتى لا لحد الحين لا ايوه وهنا اللي بيوصل لحد الحين لا هو قال لي انه اقوى مخلوق بس ما قال لي ليش هو اقوى مخلوق فالى انه يوريني كيف ليش هو اقوى مخلوق انا مع العاطفه مع العاطفه مش المنطق الحين انا مع العاطفه ان شانكس اقوى اوكي يعطيك العافيه هلا يعني رايك يعني رأيي الشخصي ما جي يقوم رأيك كما قلنا رأيك الشخصي عشان اللي يكتبون في الكومنت وكذا يعني إيه رأيي الشخصي سؤال من؟ محمد الشمري سؤالك هل باقي كاتشيبوكاي عاد بكوضعه أو لا لأنه أخذ منصب أكبر منه باقي كاتشيبوكاي إيش؟ عاد بكوضعه أو لا لأنه أخذ منصب أكبر منه وهو قالها سينجوكو أنا ما يهمني لما جاهم رسول تيتش وقال لهم أنا جاي من شخص قوي وعنده 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 قال أنا ما يهمني طالما إنه ما يخوف القواصنة ما يهمني قوته خله لك فباقي الحين كرعب يخوف القواصنة معاه كل سجناء الليفسكس وحكومة العالم بعد حرب المارين فورد بدال تدفع فلوس في قبض على السجناء وتوزع طاقمها في جمعهم خلوا باقي مجمعهم عنده ويريحنا فالتشيبوكاي واليونيكو مو على قوتك انت الشخصية بعضهم خذها بقوته الشخصية زي لاو وزي ميهوك وبعضهم ياخذها سمعه فاليونيكو ما تسوي يونيكو لانك انت اقوى شخص لا تسوي يونيكو لان عندك جزء عندك تحالفات عندك تشيبوكاي ما تصير تشيبوكاي لانك قوي تصير تشيبوكاي لانك تخوف الناس بس بالنسبه لي باقي مبالغ فيه وبالنسبه لك انت ايش مبالغ فيه بزياده بس زين الحمد لله سؤال من صالح سؤالك سؤال دحين قلنا احنا اللحية السوداء قدر ياخد فاكهة مين اللحية البيضاء هل هو زي ما قال هو زي اللي عنده فاكهة الكلب الصرازي اللي هو يأكل أكثر من فاكهة ولا شيء ثاني في ناس قالوا إن اللحية السوداء عند فاكهة الزون الأسطورية الكلب وثلاث رؤوس فهذا عنده أقوى فاكهة زون وأخذ أقوى فاكهة لوجيا وأخذ أقوى فاكهة باراميسيا عنده ثلاث فواكه أنا ضد النقطة هذه أنا أشوف انه عنده خاصة في جسمه شيء خاص في جسمه مخليه كأنه شخصين ولأنه كأنه شخصين لما أكل فاكهتين ما تأثر جسمه واللي يدل على هالشغلة زورو لما قال من هم هذا واحدة اثنين شانكس قال أنا واجهته وما كنت غافل عنه ومع ذلك أصابني كيف تواجه شخص وانت يونيكو وعندك هكي وقوي وما تغفل عنه ومع ذلك يجرحك لا هرجة فيها هرجة هنا إلا إذا أنه شخصيتين عنده شخصيتين شانكس واجه شخصية شخصية ثانية ضربته الدليل الثالث اللي بعطيك إياه أنهم شخصيتين فليش يغطي جسمه لما أخذ فاكهة الوايت بير أتوقع المتوقع أنه يغطي جسمه عشان يقدر يطلع الانفصام الشخصي الانفصام الشخصي اللي فيه وياخذ الانفصام الشخصي اللي فيه لفاكهة الدليل الثالث انهم شخصيتين ماكو لما قال مو بغريبه ان تيتش ياكل فاكهتين ان احنا نعرف طبيعه جسمه منو ماكو بعد الحرب قال مو بغريب ان تيتش ياكل فاكهتين احنا نعرف طبيعه جسمه يعني هم عارفين انه فيش زي الشخصين يعني فيه سؤال من؟ موفق سالم سؤالك توقع مين أقوى حاكم من حكام الدمار؟ أقوى حاكم اللي يطلعوا أتوقع الجوكر جوكر؟ مين أقوى فريق؟ أقوى فريق؟ جوكو أكيد يعني ما يبي له اثنين
طيب لو هزم من فريق الكون السابع ايش حيحصل؟ راح يدمر الكون السابع. كم زينو يرحمه عشان جوجو. الكل قال زينو سواها كتهديد يمكن يرحمهم يمكن يمكن. انت شفت في البدايه ايش قاعد يسوي؟ قاعد يلعب شطرنج بالكواكب ويدمرها. انا اتوقع زينو الحاضر راح يرحمهم لكن زينو المستقبلي لا. لا زينو يخل. زينو الحاضر اغبى من المستقبلي. اغبى من المستقبلي. لان زينو الحاضر عاش جوكو، المستقبلي على الاقل ما عاش جوكو معدي. معدي معدي جوكو. فاتوقع اقوى حكم دمار الجوكر لكن اقوى كون فريق السابع. واذا انهزم السابع راح يدمر الكواكب. ما يرحمهم ولا ما راح يرحمهم اذا انهزم السابع. اذا ما انهزم السابع بيقاله مخرج يطلعهم منه. مشكور. حبيبي حبيبي هلا. من باب الواسطة سؤال لأحمد اليماني، ما حتى أقول خلي يقول اسمه، ايش تبي؟ سؤال ما هو مني، من واحد زميلي في العمل يستحي يعني. أوه حبيب قلبي، ايش اسمه؟ ما أقول اسمه. لا لازم أقول اسمه. لا مديري يفصلني بعد. لا خلاص يلا. ايش سؤاله؟ السؤال يقول لك ايش رأيك أن نظرية الدي اللي أن كلمة دي معناتها أنها دبل فروت، أن كل عائلة الدي لهم تقنية معينة أنهم يقدروا يأكلوا دبل فروت ويقدروا يحتوي أي السادة أو الشيء هذا. أوه عشان بلاك بيرد أخذ باكيتين فكلهم. أهو نظريته أن تيتش أكل باكيتين لأنه من الدي، فأي واحد من الدي لما نفككها يصير مثلا مارشل دبل فروت تيتش، لوفي دبل فروت تيتش، مانكي دبل فروت لوفي. اي مانكي دبل فوت لوفي. لكن انا جبت لوفي دبل فوت ماشيه ماشيه. لكن ماركو لما قالوا له كيف تيتش اكل فاكهتين ما قال لانه من الدي، قال ان احنا نعرف طبيعه جسمه. مو ممكن انه ما يعرف الحقيقه اصلا، لانه تيتش اول واحد جربها، لانه الحكومه نشرت اشاعه انه اللي ياكل فاكهتين يموت، فما حد حاول. ناس عندها عزيمه الدي اللي مخوفه تينو يوبي بيخاف يجرب فاكهتين. والله انا اسالك الجواب، انا ضد هالشيء. يعني لوفي عنده عزيمه الدي ومخوف التين ويوبي، روجر عنده عزيمه الدي ومخوف التين ويوبي، دراجون عنده عزيمه الدي ولا ومعلن الحرب على حكومه العالم والتين ويوبي، على كل هذا بيخاف يجرب فاكهتين؟ لا انا ضد النقطه هذه صراحه. انا قلتها مانكي درويد لوفي، مارشل درويد تيتش، مانكي درويد دراجون، هذا اللي انا اشوفها. درويد 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 كدرويد تقدر تاخذ صفات قويه. الدرويد هو الوحيد اللي يقدر يمتلك جسدين ويتنقل ما بينهم كروح حتى، فليش ما يكون تيتش عنده جسدين وروحه تتنقل ما بينهم؟ ممكن. انا انت شو رايك طيب النظريه هذه؟ انا يا صديقي ماني مع الموضوع، انا اشوف انها تقنيه اي واحد في ون بيس يقدر ياخذها. ممكن تقنية تعرف سرها تملك الباقي. وانا دائما كنت اقولها الاسطوره هي تقنيه الكل ما حد عرفها، لكن مجرد ما تعرفها الكل يسويها، زي تقنيه السيام في دراغون بول. بالضبط. هذا شكرا جزيلا. وكذا نكون انهينا. شكرا جزيلا. قلها معي الحين. شكرا. وكذا نكون انهينا فعاليات التساؤلات اليوم الاول من سعودي كوميك كون. بكره راح نسوي لكم مره ثانيه. لا تنسى الاشتراك في القناة، اللايك والشير والسبسكرايب اكيد فيفوريت وفعل ال. وفي النهاية احنا والحضور كلكم قولوا معاي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الشير لايك سبسكرايب. شوفكم. We'll be right back.